جايبين صبايا جاذبين وحلوين وكذا لحتى يعملوا دعاية للمطرب جورج وسوف وحفلته المقامة. إمتى المقامة؟ بسبعة خمسة. يعني جايبين حدا داعم للأنظمة الدكتاتورية، داعم للطغاة، داعم لشر الأسد، داعم لحزب الله، داعم لروسيا، منشان يغني بهولندا. بيعمدوا في الغالب لدعوة فنانين شبيحة. الهدف من هذه الدعوات مو الفن في الحقيقة، وإنما بروباغندا لبشار الأسد بحجة الفن.